من هنا تبدأ القصة، من هنا تبدأ الحكاية، من هنا ينطلق التنبير. الحاج أقبل كل شيء، أبي صوتي بشر ابن السعودية، الطفلة هي أمي أختي خالتي جارتي عمتي، لا على نيتي. إيه نعم زلمة المدينة، إذا أسيت تقعد تغزل يخلق، جون خبي بقى جو سيلو بخانسي، تتعون صمي سبونسور، وأنا بنت باباتي. هاي مرة طلع عليها تلقي اسمها الزيادية بتتحامد الأخضر الجدو، والله عارف شنو بس بفوق الناس قطع الصابون وطاش. ما فيش حمرة تيجي هنا وين جاها ويمي. عصميمة عصميمة يا بوم عصميمة وطفته اللي هي بده نهار كل الناس وعيها بتريح مش لك عين 45 زائد ما فيش شحن قلت اسمع من الاتصال على الرقم 000 دمغة شرطي كويسة 5700 ولقد عوجك بلاك لما ضلت وراحت بالكوب وعينها يا رب تفوناش كتبة انا اصل جمال خوتي انت جمال مش اصل ولا الاخرى قرات سامر عسل شفت لها وش تراح بالمكياج غط راح وصلت في السر غش في صنق طلعت شوية شيرينة ما عملك سيدو والاخرى امها معمل عليها في بلها جيبة مراية وخيالي ما يسمي راح على فيسبوك روح سامي حنين ماكرس اضبابة محرس تجين مراد قال علي والاخرى لا تبين لا تعلم هاي وتقولوا كحلان باينة قاعدة هاك عرفت لك صبك ياك ما تعرف لك تعبنا صانا في الجيب يجي ويخطبوها استني يا زياد اللي يجيك قدام الزياد اخواتي هاي هاي ونخ هاي تذكرت هذيك ما قابلت اسمها ما صبيحة قابلت سميرة قالت لها يا سميرة اخواتي ما شفتي اكمل حرزية بنت الحلامي هاي ما قابلت راضي بنت نجع هذيك ما هي مشيت مع 6 و7 دقايق للحمام ما هي شافت منيرة ما سبقت تعال على غير لدي ما فيها هاي مخاي وشفنا عارفة تقول لك نحن اخوتي مزيانين بخير نحن تشبه برجين معميين ولا شنو اخوتي ما نش معميين انتي هاي حاسني من ملاطي وهو وحدي ليش يحكي مع طفلة تحط بدير بالفرنسي على اساس طيارة بص على سورة مكتوبة في فرنسا ويلا على غير لازم تحكي بصحيح يا ويوم يا بخاي يا ودري اقص عليها قرية بوزيت جامعة التونس ولا الاخرى ولا صار النهار بدناك بدنا نتعلم بس نبدا نتعلم واحدة كيف اعطيني مبروك على اخويا امراض ولا بدنا الاوروبيين تجي وشالح من الاخرى اولا عنا هدي السماء قالت ما بصدق طابت فراما برمية طابت لنزيزيا مدوار ومن الاربية تيجي للصاروخ الصغير ولا نسال علي عنه بصلاة عبك عبقاش خدي بزياس والله نهار انا متعدي في شارع نلقى عرضتها عرضني مكياج عامل شوية طف خدي رأي مكياج زينة وش زينة يا ها مخوتي يا مكياج زينة وش زينة قلك حاجة البارح حين مشيت نريح مشيتي تبطاع قلت تبطاع تيني خليش بيهاي طاج رغي عندي تاحلي قالي ما عنديش تو غدوة نشرين وهي تكذب على صاحبات مشيت لبايها البارحة قالت له با اعطيني 5 ريال مي خلاص نخرة عادي بها الوقت انا صاحبات اخزر انا هبط عليها بتريح والاخرى نخرة في اصلا تعمل صاحباتها انا اللي نحكي في الرسالات عجيت مالك عرفتوها وهي ضربة عجلات خاصين ولا من مزالة في صحون قواز ولا معشوق الجماهير برا ولا لا شانزيل قلت حاجة هي الطفلة كنسية تبقى بنت بلادي ومنا وعي لينا سنعتنا خليها هنا داهي وهي تبتسمي ايه تبكيت وانا قلت ما غير ما تبتسمي كنت يسميك درجة محفظ ايه فلوس